الخراب والدمار. أيتها السيدات والسادة، إن مؤتمرنا هو رسالة وفاء لأسماء وشمت ذاكرة الكفاح النقابي ببلادنا. نكرم اليوم عبر هذا المؤتمر التاريخي المجاهد محمد الدويري والرائد عبد الرزاق فلال والمرحوم هاشم أمين رحمه الله. هؤلاء الرجال الذين رسموا لنا الطريق الطويل نحو الكرامة والعزة، فباسمكم جميعا نجدد الوفاء والعهد على الاستمرار على نفس المبادئ والمدن. إننا نؤمن بالتراكم وليس القطعة، فما قوتنا اليوم إلا نتاج كفاحهم ونضالهم. أيتها السيدات، أيها السادة، إن مؤتمرنا ينعقد في ظروف عالمية جد معقدة، وجهها البارز أزمة مالية واقتصادية خانقة، كما تتميز الظرفية الدولية باتساع رقعة الحروب الهمجية الطاحنة التي يقودها الصهاينة والإمبرياليون الجدد في العالم ضد الإسلام وضد الإنسانية في فلسطين والعراق وأفغانستان. إضافة إلى حروب نفسية عن طريق الإعلام الصهيوني الموجه استعداداً لضرب باقي القلاع الإسلامية الصامدة، فباسمكم جميعاً نحيي عالياً الشغيلة المناضلة في فلسطين والعراق وأفغانستان. وباسمكم كذلك نعلن دون تحفظ عن دعمنا المطلق لكل شعوب العالم المقاومة، كما ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف داخلية تطبعها التجاذبات والبحث عن الذات، ظروف داخلية رغم الإجماع الحاصل حول أهدافها ومرامها فهي في اعتقادنا كالجسم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذلك أن المغرب بقيادة ملك شاب طموح متحرك على كل الواجهات يشهد ثورة تنموية حقيقية في كل المجالات، حيث أصبح المغرب محط اهتمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، بل